محطات قيروانية دورتها الثالثة اللي تستهدف واللي قاعدين نقوم بها على مدى وهذا رمضان الثالث. سهرات تتمثل في سهرات قيروانية رمضانية في دار دوشة للذاكرة القيروانية. السهرات هي ثقافية تاريخية تراثية. سهرة الليلة معناها من تنظيم جمعية سوال المتوسط بالمشاركة مع حياة إذاعة حياة أفام. سهرة الليلة يقدمها ويأسسها الدكتور فتحي البحري وهي بعنوان اكتشافات أثرية جديدة في القيروان. أيضا ثم وصلة موسيقية وثم نقاش. وسهرة تتواصل على مدى شهر رمضان زي كل أمسية يوم الجمعة. أنا أحاول دائما المساهمة في هالسهريات هذه لتعريف بالقيروان وبرجال القيروان، لأنه المهم هو أنه ما أعرفه وما أحمله هو إيصاله للمستمع العام، لأنه الفائدة هو أنه تحصل المعرفة. المعرفة مش المهم تقعد عندي أو تقعد في الكتب، لما هو نشرها. وأؤكد مرة أخرى على أهمية معناها التواصل عن طريق وبواسطة السهريات هذه اللي تغطيهم إذاعة حياة فهم. وماذا بينا كذلك نتجاوز حتى خارج شهر رمضان، تتكون برامج معناها تثقيفية تعميمية للحضارة ولتاريخ القيروان. مثل هذه السهرات الرمضانية اللي تنظمها دار دوجة وإذاعة حياة أفام يمكن أن تكون يعني لبنة من لبنات التعريف بالقيروان، ليس بتراثها المادي فقط لكن بتراث رجالها. والدكتور فتحي البحري أتحفنا اليوم بجولة حول يعني الشخصيات القيروانية وإسهاماتها العالمية في مجال القضاء، في مجال الفقه، في مجال كذلك النوازل، وكذلك في مختلف المجالات الفكرية. وبين أن القيروان هي غنية بتراثها وبمعالمها، لكنها كذلك غنية برجالاتها وإسهاماتها في إرساء الحضارة العربية الإسلامية. ثم تطرق دكتور فتحي البحري للحديث حول حفريات الذي قام بها في رقادة والمتعلقة خاصة بالمنشآت المائية، وهذه الاكتشافات هي إضافات لإسهامات الأغالبة في ترويض المياه وفي يعني تخزين الماء، وهذا سر من إصرار ازدهار الفلاحة في القيروان. ونتمنى أن تتواصل هالحفريات حتى يكون لها باع أكثر في يعني كشف العديد من النقاط الاستفادة. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس.